اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في الجولة الأولى، والسؤال الأول مع الأستاذ حمد من الحمد تفضل، والأخ حسام من العبادي. اهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا. مرحبا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد خلي إيدك ارتاح ارتاح هسه بعد ما درجة احكي لي شوي عن نفسك عن عملك وهواياتك. انا اسمي أحمد حسن، موظف حكومي. هواياتي ركوب الخيل. ركوب الخيل يا سلام، من اجمل الهوايات. ولا تزال ولا تزال، واروح بالزوراء عندنا في خيل. ما شاء الله. من اي عمر انت تركب خيل؟ من انا طفل، لان احنا احنا تدري يعني بابة عرب. يلا اذا في يوم خليني اروح انا وياك ايضا نركب، ماكو مشكله. انا يعني احب الخيل. من تجي لنا بالبغداد انا صالحه قاعد ان شاء الله. ان شاء الله في الزوراء. اهلا وسهلا، يا اهلا ومرحبا. والاخ حسام. حسام محمد احد اعضاء فريق العبادي، عائله العبادي. اعمل بشركه اهليه، خريج معهد تكنولوجيا، دبلوم فني قسم ميكانيك. زين. مؤهلات يعمل احب التصاميم الديكور. زين. الالعاب الفكريه. طيب وشلونك اليوم معنوياتك شلونك؟ عال العال. اكيد عال العال ان شاء الله، يعني بالاسئله والاجوبه ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نشوف اذا خلينا نروح الى السؤال الاول. ايد ورا الظهر، ايد على الطاوله هنا خليها. السؤال يقول اذكر شخص غالبا ما تضطر لمجاملته. كل شخص واحد تضطر لمجاملته، من هو هذا؟ اضطر الى مجاملته. نعم نعم، اكو اشخاص نضطر لمجاملتهم احيانا، فمن هم هؤلاء؟ واحد بس، وقت ما عندك. صديق. الصديق، خلينا نشوف. الصديق خطأ، صديق ما يحتاج مجاملة، أكو أحياناً مباشرة. خلي نشوف أستاذ أحمد، اذكر لي شخص واحد تضطر أحياناً لمجاملته. مدير عملي. ها؟ مدير عملي. مدير العمل، مسؤولي في العمل. موجود. مديرك، وهذا أعلى احتمال. إذن تفضل أستاذ حسام، ويلا أستاذ أحمد، وخل نجي على عائلة الحمد. والحمد لا ماكو حكي وياي ست اشواق. انطيني شخص واحد تضطرين ان تجامليه، او غالبا ما تضطرين لمجاملته. قال مديرك المسؤول، انت شو تقولين؟ رب العمل. كبار السن. كبار السن. نعم. خطأ، كبار السن خطأ. واسيل شو تقول؟ ناس مزعجين. اذكر شخص غالبا تضطر لمجاملته، منو؟ واحد اريد. ناس مزعجين. ها؟ ناس مزعجين. ناس مزعجين. ناس مزعجين.